السلام عليكم، خالد معكم دائما وابدا. اليوم راح نعرف لكم نبته من النباتات الجميله جدا، وهي نبته بيبيروميا اوب. وهي نبته استوائيه جميله رائعه الجمال، غالبا درناديليان، يعني شغل سيقان، وفي كل عقده من العقد تاعها تخرج لنا ورقه، حتى زوج ورق حتى ثلث ورق، وفي بعض الاحيان تخرج لك اربعه اوراق. الاعتناء بها سهل جدا. هي نبتة تحب بزاف الضوء، يعني ما دابك تحطها في مكان مضيء جدا، سطح الإضاءة، ما تحبش التعرض لأشعة الشمس المباشرة، باسكو الشمس المباشرة راح تحرقها. بالنسبة للسقي تاعها، السقي تاعها في فصل الصيف مرة في سمانة حتى مرة في 10 أيام، في فصل الشتاء عندك مرة حتى 3 سمانات، وإلا حتى وين التربة لازم تكون نشفت تماما. خاطش هاد النبتة كي يكون ليكسيدو، يعني كي تكون سقيتها بزاف ولو سوتاس تاع الفاس تاعك يتعمر بالماء وما تفاقدوش وما تنحاش، اوتوماتيك مش راح يصرى لها، راح تبدا تطيح في الاوراق تاعها وتقدر تموت لك. اذا لقيت النبته هذه تاعك الساق تاعها بدا يطوال، يعني هاد الساق طويل بزاف، عارف باللي راهي تحوس على الاضاءه. هي لخاطش بين السابين العقده وعقده، يا ربي واحد 4 حتى 5 سنتيم كاقصى تقدير. نبته جميله جدا، سهل الاعتناء بها، وننصحكم انكم تبحثوا عليها وتشروها. وان كان يعني في السوق الجزائريه تاعنا ناقصه، بصح نقدر نعطي لكم لاصوص وين تقدروا تروحوا تشروها بسعر جد 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 محترم، علما ان هذه النبته يعني غير متواجده هنا في الجزائر وانما تستورد، يعني نبته مستورده. بالنسبه للتربه دو بريفيرونس استعملوا لوتيرو مع لابيرليت. هضرنا على لابيرليت وهضرنا على لوتيرو، تسمى دير دو تيار تاع تيرو، يعني ثلثي تربة تيرو، والثلث الثالث ديرو بيرليت لا بيرليت. فقط علما ان هذه النبته تحب بزاف الضيق، يعني تحب تعيش في الضيق كيما حنا الجزائريين نحبوا بزاف الضيق. هذه يعني قد ما تكون البوت تاعها صغير قد ما تزيد هي تنتعش، يعني ماشي لازم تغير لها لو بوت تاعها شاك دو زون لا شاك تروا زون. بالنسبة للبوتيولاج ولا عملية أو طريقة التكتير، طريقة التكتير سهلة جدا، إما عن طريق عقل طرفية، يعني تحكم مثلا هنا هذه نقول لها عقلة طرفية، تحكم لهنا تقطعها له مثلا تحت العين، تحت العين هاي لك العين. أنا عارف راكم تشوفوا طريقة ضريبية والله، لا 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 أي والله هذه العين راكم تشوفوا فيها وين كاين لاين تحط الأوراق، تقطع تحتها بواحد 2 ولا 3 مليمتر وديرها في الماء، يعني بوتيوراج في الماء، تكترها في الماء ولا تحطها مباشرة في التراب، ولا ديرها في لاسفاني، ولا تحطها في لوتيرو، سهلة جدا. هذه نقولوا لها عقلة طرفية. كما تقدر دير عن طريق الورقة، يعني بالورقة نفس الشيء تنجح لك طريقة طريبية، ولا ديرها تما اما ديرها في الماء ولا ديرها في التراب ولا عن طريق الورقه، في 3 كامل ناجحين وتقدر تخرج لك يعني شتله جميله جدا. هنا راكم تلاحظوا معايا كاين 3 نقاطي، هذوك 3 نقاطي برك يشموا رائحه الرطوبه مباشره بداو يخرجوا العروق. يعني نبتة جديرة بأن تكون في كل منزل من المنازل الجزائرية، ننصحكم بها. وفي الاخير جماعة واحد عنده هاد النبته وربها من قبل يحب يحط لنا تصاور تاعها فهو مشكور على ذلك. اي معلومات، اي زيادات، اي انتقادات فهي مرحب بها. ما تنساوش بيبيروميا هوب، اتكلوا على الله، نتلقى في ساعة الخير ان شاء الله. السلام عليكم.